أول شيء أنا ككل مواطن سوري فخور جدا وسعيد بالمستوى اللي وصل له المنتخب الوطني السوري. طبعا كل مواطن سوري وأنا منهم كنا نتمنى أنه يتحقق الحلم ونشوف فريقنا عم ينافس على كأس العالم، لكن النقطة الأهم بالنسبة لنا أنه هذا المستوى الغير مسبوق تمكن من الوصول له بظروف صعبة، وهي هي النقطة الأهم، لأنه الدول اللي بتكون عم تعيش حالة حرب بيكون هم الناس فيها وهم الدولة وهم المجتمع أنه يقدر يخفف من تراجع الأمور وبأحسن الأحوال يحافظ على الشيء اللي هو موجود عنده، لكن أن يكون هناك تقدم بظروف حرب فهذا بحد ذاته إنجاز مضاعف، وهذا بدل اللي شفناه من الفريق واللي عم تشوفه كل يوم بكل مجالات الحياة عم يدل على حيوية الشعب السوري وعلى تصميمه وعلى ثباته وعلى وطنيته وعلى تصميمه على أنه يتجاوز الحرب بكل الوسائل وبكل الأساليب، والرياضة واحدة من هذه الوسائل. طبعا نحن بنعرف أنه كل هالإنجازات اللي عم تصير بهالظروف مبنية على إنجاز كبير وإنجازات قواتنا المسلحة، اللي لو ما كان فيها هالبطولات اللي عم نسمع عنها وعم نشوفها ما كان حدا فينا قادر يحقق أي شيء بحياته، يمكن ما كان عندنا وطن لحتى نحكي بالإنجازات. وأنا متأكد أنه الفريق الوطني لما كان عم يلعب مثل كل مواطن سوري عم يفكر هو عم يحقق إنجاز أو هو عم يحاول يحقق هالإنجاز، أنه هو بده يكون رديف ومكمل لعمل القوات المسلحة، اللي نحن بنعرف أنه كل شخص حمل السلاح، كل جريح قدم جزء من جسده أو شيء من صحته، كل شهيد قدم روحه، كل عائلة أرسلت ابنها وزوجها وأخوها وفي بعض الحالات أرسلت بناتها للقتال، كل هالعائلات اللي عملت هالشيء وكل هالأشخاص اللي قاتلوا لدافوا عن الوطن وعننا كسوريين، كل هدول كان عندهم هدف وحيد إنه نحن نتقدم إلى الأمام ما نتراجع للخلف، والمنتخب الوطني كان عم يتقدم إلى الأمام. كلهم دعمه نحن فخورين فيكم دائما.